ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية. سيد الفاضل، 17 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم لدى لجنة الانتخابات، ما هي قراءتك في تفاصيل هذه الأسماء التي تقدمت؟ مساء الخير على حضرتك أستاذ تامر وعلى جمهور القارة الإخبارية الكريم. بالتأكيد حتى الآن لا يوجد جديد في هذه المرة فيما يتعلق بالذين انتهوا ترشحهم أو الذين ذهبوا إلى وزارة الداخلية الإيرانية للترشح، سوى شخص واحد فقط حتى الآن، هو الشخص الذي يمثل مفاجأة من العيار الثقيل، وهو وحيد حقانيان كما تفضلتم في التقرير المهم. وحيد حقانيان هو الشخص المفاجئ حتى الآن، لأن كل الباقين تقريبا بالكامل ترشحوا قبل ذلك أو أعلنوا ترشحهم قبل ذلك. والآن حتى قبل الهواء مباشرة قرأت خبرا في الصحف الإصلاحية أن إسحاق جهانجيري سوف يذهب غدا، وغدا هو اليوم الأخير، وسوف يتقدم بأوراق ترشحه إلى هذه الانتخابات الرئاسية كمرشح عن طيار الإصلاحيين. نعم، إسحاق جهانجيري حتى الآن ليس هو الشخصية الإصلاحية الثقيلة الوازنة مثل حسن روحاني أو محمد خاتمي أو محمد جواد ظريف، لكن نوعا ما التيار الإصلاحي وتيار الشبان في الجامعات وما إلى ذلك يلقي عليه بالمسؤولية لتحمل غمار وخوض هذه التجربة الانتخابية الصعبة جدا والشرسة جدا في ظل أسماء مثل سعيد جليلي ومثل علي الرجاني وهؤلاء الشخصيات العتيدة في السياسة الإيرانية. وهل في ظنك حسم الأمر لصالح اسم من الأسماء حتى وإن كانت من الأسماء البارزة كالرئيس أحمد نجاد؟ حظوظ التقرير وبعض التقارير الأخرى الذي أذعناه وبعض التقارير التي تحلل هذا المشهد الانتخابي قالوا بأن ثمة خلاف بين أحمد نجاد والمرشد الأعلى، إلى أي مدى صحيح هذا التقييم وإلى أي مدى يؤثر إن كان؟ هو محمود أحمد نجاد حكم إيران كرئيس للبلاد فترتين رئاسيتين من 2005 حتى 2013. من 2005 حتى 2012 كان محمود أحمد نجاد على خط الإمام تماما، أو كما يعرف في إيران على خط خامنئي تماما، ويقبل يده وكلام من هذا القبيل. في آخر عام في الفترة الرئاسية الثانية نوعا ما بدأ يتخذ مواقف ضد النظام ويقول تصريحات لاذعة جدا ضد الجمهورية الإسلامية، لدرجة أن وكالة إحدى الوكالات الإيرانية الرسمية التابعة لحرس سوي وصفته بأنه له ميول يهودية وأن أمه من أصول يهودية وكلام من هذا القبيل. ثم إنه قال تصريح حاد جدا وبارز جدا قبل يعني سنوات إن إيران مخترقة أمنيا إلى أعلى مستوى، لدرجة أن مسؤول إدارة مكافحة التجسس الإسرائيلية في وزارة المخابرات الإيرانية هو أصلا عميل لإسرائيل، قال ذلك علنا ورسميا في موقعه الرسمي. وطبعا كل وسائل الإعلام الإيرانية وقتها نقلت عنه هذا الكلام، ما طبعا صب عليه يعني غضب وجام غضب الوسائل الإعلام الأخرى المحافظة في إيران. فبالتالي نعم، الحالة بين أحمد نجاد وعلي خامنئي ليست على ما يرام، علما بأمر في منتهى الأهمية المستمر، وهو أن محمود أحمد نجاد يظل حتى هذه اللحظة عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد المؤسسات الدستورية المهمة جدا في إيران. وبالتالي الرجل نوعا ما أراد بشكل أو بآخر أن يحافظ على شعرة معاوية مع النظام الإيراني في القلب من هذا المستوى الكبير جدا من الحكم. نعم، ما كان يمثله الرئيس إبراهيم رئيسي من طيار سياسي محافظ تم الحديث بشأنه بعد حادثة سقوط الطائرة التي كانت تحمله، هل إيران تريد تكرار هذه التجربة بهذه الأيديولوجية لقادم الأيام فيما يتعلق بما تخطط بشأنه إيران، أم أنها تحتاج إلى وجه جديد؟ أتفق مع حضرتك في الجزء الأول من التحليل. طبعا إيران ستواصل السير على نهج إبراهيم رئيسي بالحرف الواحد، لأن أصلا الذي يصنع السياسة الداخلية والخارجية في إيران وفقا للمادة العاشرة بعد المئة من الدستور الإيراني هو المرشد الأعلى لإيران، رئيس الوزراء، عفوا رئيس الجمهورية في إيران، هو بمثابة يعني رجل تنفيذي، هو رئيس حكومة ورئيس سلطة تنفيذية، شأنه شأن رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية الديمقراطية. فبالتالي نعم، إبراهيم رئيسي كان شخصا وازنا، كان مرشحا أن يكون مرشدا ثالثا محتملا بعد علي خامنئي لو توفى أو يعني تغيب أو ما إلى ذلك، لكن بالتأكيد الشخص الذي سوف يحل محل إبراهيم رئيسي لن يختلف تماما عن إبراهيم رئيسي، أخذا في الحسبان أمر في منتهى الأهمية، وهو أن إبراهيم رئيسي. ومن في المرشحين تنطبق عليه هذه الصفات المرشحين 17؟ رأيي الشخصي أن أكثر شخص موجود الآن شبيه جدا بإبراهيم رئيسي هو سعيد جليلي، من حيث التكوين، من حيث أنه عمل مع إبراهيم رئيسي
فترات طويلة، من حيث أنه كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من حيث أنه ما يزال حتى الآن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، من حيث أنه مقرب للغاية من علي خامنئي ومن مجتبى خامنئي نجل المرشد. كل هذه الأمور تضع سعيد جليلي كرجل بديل لرئيسي. لكن أيضا هناك نقطة جوهرية، وهو أن سعيد جليلي شعبيته في الداخل الإيراني ليست مثل علي الرجاني مثلا او مثل باقة كليباف، وطبعا الجميع لا يقارن باحمد نجاد، لدرجه اننا اليوم استاذ سامر بعد الظهر احدى وسائل الاعلام الايرانيه نشرت استطلاعا يعني للراي حول المرشحين، فوجدت ان احمد نجاد بفارق 4 أضعاف عن اقرب منافسيه وهو علي الرجاني، وهذا يعني ان احمد نجاد له شعبيه كاسحه لدى اوساط متدينه واوساط شعبيه ما في ايران، وهو ما يجعل من احمد نجيد هو المرشح الافضل للمجتمع، لكن نعم. سعيد جليلي هو المرشح الافضل لولايه الفقيه. من العاصمه المصريه القاهره الدكتور محمد محسن ابو النور الاخصائي في السياسات الدوليه، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا.